اي سوق كل شيء عندنا تلقاه. الطيف ليد لايت كافة منتجات LED. السرسرية جاوة ووصلة والأبية والذيب من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسرة مو ياها تشان يضبطها تارة. إذا أنت هسه تعلمت أنا سوق بريد مقشمرة. تك 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 شقد يتلوم دك دك. إذا أنت بطيارتي ترى أنا طير بك. عندي علولي داي حلو وهكي وسيلة المطيرتي يشرب بيبسي بالكتلي. لو حششنا تشوش نديل احنا خلينا الفيل يطير. خلينا الصاحي كبسل وين مكبسل الصاحي صير. أها أها ألمي دوخي الحارة وما يخبو الجارة. أمي طشارة تخاف من اللي فارة. إيش ليش لا تخبط طيح حلقك شدة في الراسة. هو أنت 56 ولا كيلو خفاصة. إيش تحوي لك عالتوقي هو أنت أكبر بوخة. ترك إلا واحد أسبوعين راسك تظل بدوخة. ضدك متصعب تعبو اليوم اسويها علاجه. انا اللي اتعارك وياه سبع خياطات براته. قافل نص ميا الارنب ما سامع بحلولي. هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي. يا جمعة شد الموضوع يا شليش اهدى شوية. ارد اشتري ست طيور ومعوز 1100. يا ابويا يا ابي يا اخ ظهري اقلك خاشيه لحقي لي بعد روحتي. شوف مزيعن كافي تون شو تريد مني؟ رحمه ذاك الابو الطاهر الخلف ايش خلفه تعيد الكيلي ظهري. شنهي ادلك ظهرك ايش قالوا لك علي؟ خلبناك على التوقي يدلك لك. هي عمي انا العجين مالي ركليته ما اقدر عجننه. النوب تقول لي دلك ظهري خايب يا شني. هو انت قل لروحك لا يفيد بيك تدليك ولا مدري شني. انزل ما انت كبرت عمي بعد ما بيك حيل. مع الاسف انا ما بي حيل. اي با الا ليت الشباب يعود يوما. ولش تذكريني بليلة زواجنا من شلت وركضت بيش البيت كله وظليت توسلين بيه يصيحي لي مزعولي نزلني مزيعي الحبيب قلب نزلي. آه يا زمن راح ذاك المزيعي الوحش حسبوك بس مزيعي الجحش. بسيطة يا خاتشي أنا علمك خلنا أدور بالفيك بوس بلكت أشوف لي شني مساج منا لك عتوقي لقيت مشروع العمر وروح لنداو الرحاس. وانا ما حالف بروح طير صدق لقيت مشروع اذا اقلك علي تقوم ترعش رعش. سنيت انت مشاريعك كلها فاشله وطايحه وهاي. انا خارج قوسين او ادنى من المشروع. اخر مره جبت لنا مشروع ذبونا 3 ارهاب لان كانوا مشتبهين بيك فصارت 4 ارهاب. لكم بابا خلي عقليتكم استثماريه. ايه بس انت مشاريعك استحماريه. لا هذا غير نسوي مساج سنتر بس قط وبرم. اي الله ويدك. احنا نقعد ندلك انا وعلوني وانت قاعد على الكاشير تلم فلوس. اقعد راحة بابا هذا المساج رجس من عمل الشيطان. تتذكر من رحنا سوينا مساج هاي الصينية عود قلت لها اريد تسوي لي مساج يعني اوفر هول. كانت ترد علي بالصيني يان شان يان تو. كان انا اخذت الخاول طلعت حسيتها مثل غلطة علي. ولكم غمان هاي شبيكم هذا مساج مو حقيقي انما عبر شبكات التناسل الاجتماعي. نعلن عن حاجتنا الى زبائن ونسوي عرض لفتره معدوده. نسوي مساج من الصره وفوق واخذ الرجال ببلاش. ومن يدخل على الخاص نقول له دزلنا كارته بالعشرين. اول ما يدزه نحمسه ببلوك او ناخذ الكارتات نبيعها للتيشير فايبر. ايه هاي خوش فكره. يا
شاف انت يا رزاق بدا القط، هذا اول كمش. شنو ايش يقول هذا؟ وين العنوان؟ اريد هسه اجي بيش ما كان. هذا الزلمه مسوحن، انت حين تخرج مساجي؟ اريد اسوي لك مساج بس محتاجه تدزي كارت ابو العشرين حتى اثق بيك. زين ليش دا تقلل صوت بنيه؟ انت مو جاي تكتب، مو حتى عيش الحاله الجغرافيه شبيك. لحظه هذا يقول دزي لي صورتك حتى تثبتي لي انت بنيه، يلا ادز لك. هذا جاي يصطاد بمي المجاري بسيطه. علولي طلع لي زرورك بالله. عود ليش اني خو عتوقي؟ هاي شبيك هذول يحبون المربربه. دخلي صبغ اظافيره حتى رجليه تبين مال بنيه. ما يحتاج، هذا هسه اذا دز لنا عامل بنيه يقوم عنده رط وتنشغل عيونه. سريت تدري ايش يقول؟ يقول اخ يا ابويا انا حبيتك واريد ارتبط بيك. حلو، هذا عبر القطه وانتقل مستوى اخر اسم البطه، يعني البطه مالته مو اقل من 3 اوراق. ولك يا بطه تعال اقرا ايش كاتب. يقول انا مستعد اطبخ 15 ورقه بس اجي. اخوان الخطه قاف قطه نجحت وانتقلنا الى الخطه باء بطه. وبعد النجاح الساحق وصلنا الخطة ألف أم الألف وخمسمائة دولار، وهسه ضربتنا كبيرة الخطة نون. نون؟ إيه نون النزوة. أنتوا رح تتنكرون بزي الصينيات وأنا رح أصير أبو العلاقة، ما لي دخل، شغلتي أجمع راسي بالمساج. أنتوا عارف كيفكم، تسوون حرام حلال الشغلة يمكم. حتى من يدخل الزبون؟ اسكت سليحي اسكت. يدخل الزبون على حبوبتك أحسن. شو إيش قالوا لك علينا؟ عتوقي ولا ما يدخل، انت وعلولي صوروه ونبتزه بالصور شويك. اقول لك سليت انا سمعت وشرفي تأبى ان تخوض في هكذا مشروع. انطيك دفتر بالشهر والله ابتداء من اليوم لو باكر. مزعل عتوقي، هذا ابوك دز رساله يقول اريد اسوي مساج شريف ولا اضيره في بعض المشاكسه. يابا ايش دسوي؟ لا جاي اشوف ان عراضه مال بيت عمك كلش حماسيه. يابا انت خليك بالعراضات والفصول، شعلك بهاي السالفه غير يقعد راح مزعل. يابا يا ابويا ربك ستر، همزين ما شافني. سوي له حضر المزعل افندي دايراهق، هو باقي له عطستين ويعطل عنده التاتش سكرين. اسمعوا انتوا هسه صينيات، انت من بكيني وانت من كونفو، ولا تاخذون تنطون بالحكي ويا زبائن حتى ما يكشفونه. جن جن جنجو، اهلا بك في مركز النهايه السعيده للمساج، تفضلوا. العفو هذا مركز مال مساج؟ لا طوله مال حصونه، غير مركز مال مساج طبعا. زين هذا يعني بس مساج لو اكو شغلات ثانيه؟ ما عندنا مساج بس عندنا شغلات ثانيه. انت تريد المساج من الصره وفوق لو من الصره وجوه؟ ها من الصره وجوه. تجيب 3 اوراق واختار يا ابني تريد تسوي لك مساج. من زمان احلم بوحدة صينية مربربة. اي بس عدي سر لازم اقول لك اياه، انا بي ايدز. شنو؟ لا بطلت، ما اريد مساج. ايش رايك؟ انا غلام الضوم مركز مساج النهاية السعيدة الصيني والناو هنا غريب كلش بالمنطقة. لا 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 لازم من كله ولابد اروح انصحهم اعزلهم اسوي مساج. اخ بوياي بس جبت دار المساج ظهره وان علي دهش. اخويا شبيك مدهوش خو ماكو شي؟ لا بويا ماكو شي، عنده مشكلة ورايحة حلنها. ها خوش نجي وياك نحلها لو لوحدك. لا بويا ما يحتاج مشاكلي احلها بنفسي. دعبون هذا دهش سالفته غريبة لأن شكله مو على بعض، أظل مدهوش. مزيعل ايش عندك هنا ولك؟
لا دهيش جاي اسوي علاج طبيعي الظهري. انت ايش عندك هنا؟ ها انا جاي ايضا اعالج الصابونه مالت ركبتي، وملكي يحطوا لي مشانها صابونه ترقي. لا يا ملاعين دهش وبعد توقي، اثنينهم جايين يحلون مشاكلهم بنفسهم ويسوون مساج. والله شلش، انا اشوف احنا هم لازم نحل مشاكلنا بنفسنا ونروح للنهايه السعيده. يقول لك عندهم خصيني يا تفافون. اجوا العطلات يا بعذرونا، ما عندنا مجال عجلنا. انا علي استعداد انطي ثلاث ورقات. اها يعطي ثلاث ورقات، انا على استعداد انطي 300 دولار. حرشتوني بفلوسكم بنات، تعالوا. لك هذا ابويا جابه سريت، قلنا ماكو مجال ماكو مجال. يا ابو الرجال دفع ثلاث اوراق، روح شوف شغلك. انا اريد المره بربه، وانا اريد المجعمره. يا ابويا يا هاج النسوان، يا ليش احنا ايش ماخذين يا ربي؟ لا ارجوك، احنا صينيات على سنه الله ورسوله، ما عدنا السوالف مكسره، اللي يتحرش بينا انكسره. عمي نام على بطنك. لا هيك تمام. انت مو ظهرك وجعك؟ هاي قبل هسه بطني توجعني. ايه بس اكو وحده اسمها خاشيه جايه تدور عليك وشايده بديها سكينة ام الياي. شو؟ اروح ابوك يا ابويا صارت كبسه يا جماعه اللي يحكوا لي. شو الكم؟ اشرد شرطة مكافحة المساج. بوياي يا بوياي، والكم الطفرة. اركض اركض خويا عامر اركض. ايش صار؟ ما تقول ايش صار؟ داش ابو جمعة شو شردوا؟ ايش بيك شلش؟ المساج الى ناشه، هذول الصينيات مو سهلات. صدق تحكي، لعد امشي دعبور خلينا نشوف شنو فيلم المساج. اوبا اجوا الشباب الحلوين، تفضلوا، اهلا وسهلا بكم في مساج النساء السعيده، اقصد النهايه السعيده للمساج الصيني. اقول لك العفو، رايدين نسوي مساج مضبوط؟ مساجنا اصلي وما مخشوش. اي بس صيني يقول لك يعطي الهوايه. حبيبي مساجنا بضمان 10 سنين، هسه شو تريدون؟ من الصره وفوق لو من الصره وجوه؟ احنا نريد من الصره وجوه. مو مشكله، بس الاخ راح ننطي من الخشم وجوه. بنات تعالوا. اني اخذ المربربه، وانا اخذ المجعمره. اختي اريد تطيحين الزنجار كله. عيوني انت متيه، روح حمام سوق، احنا عندنا مساج بس دلع. دلع وين راح؟ راح اصارحك بحقيقه، اني بي ايدز. شنو معناته؟ يعني ابو خريان بس بالانجليزي. هسه لو بيش شلب اجرب هم ما عندي مشكله. انت شو اسمك؟ اني اسمي شلش. فديتك شوشو، بس أريد أخذ سيلفي وياك، أدز أمي للصين، أريد أشوف هالفحولة بالعراق. إيه ليش لا؟ إحنا ترى ولد الملحة. أشرد، أجت الشرطة. ولك دعمون أشرد، صارت كبسة. ولو أنا ما أحب الكبسة، أحب البرياني. علود، صورته؟ لك صار وسين أم أطلس. لك دعبول؟ دولة يمكن يصبروا علينا، ماكو لا شرطة ولا شيء، لك اليوم أنا أعلمهم. مع الأسف أنا وقعت بغرام هاي السمينة، وهي هاي غرامة حب من أول مساج. لك دعبول؟ هي أنا مطلعن. ألو؟ ألو جبار الواشر، تعال رايدك بشغلة ضرورية، تعال بسرعة. لك دعبول هاي شنو؟ دولة عتوق وجماعته، خرب حظي شابوا الشاي. شنو؟ ليس انت اشياءك كانت وياك غير تخليهم بالبيت. امشي خد شيت عليهم. كبسه؟ انت مو ما تحب الكبسه؟ لا هسه قمنا نحب الكبسه، خاصه اذا وياها جبار الواشر. تعالوا للمركز وسووا لي مساج. تريد المربربه ولا المجعمره؟ المجعمره. ذوق سج، شو اسوي لك؟ السرسريه اجاها وصلوا الأبية والذيب، من يجي تطفر الواوية. لك بابا تحشيش السرسارة، مو ياها تشان يضبط هاي تارة. إذا أنت
هسه تعلمت؟ انا سوق برايد مقشمره عتك تك 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 شقد يتلوم دك دك اذا انت بطيارتشي ترى انا طير بك عندي علولي داي حلو وهكلي وسيلة المطيرتشي يشرب بيبسي بالكتلي لو حششنا تشوش ندير احنا خلينا الفيل يطير خلينا الصاحي كبسل وين مكبسل صاحي صير اها اها المي دوخ الحاره وما يخبوا الجاره امي طشاره تخاف من اللي فاره ايش ليش لا تخبطني حلقك شده بالراسه هو انت 56 وانا كلهم خفاصه ايش تحوي لك عالتوقي هو انت اكبر بوخه ترك الا واحد اسبوعين راسك تظل بيدوخه دك متصعب تعبو اليوم بتويها علاجه انا اللي بعارك وياه سبع خياطات براته قابل نص ميه الارنب ما سامع بعلولي هو انت كلك شبرين تتمنى تصير بطولي